السلام عليكم فانز لونا، هذه هي لونا. طبعا تراني قاعدة أعاني عشان أصورها لأنها تبغى تروح الحين، بس هذا مكان عملية، هذا أثر الحلاقة وهذه أثر الخياطة. هنا هذا الخيط. دقيقة دقيقة، طبعا هي لعابة ونشيطة، بس أول ما جت من العملية ما كانت كذا، يعني استغرقت يمكن يومين وذا عشان تتنشط من بعد البنج. وهذا جوازها لأنها قطة منقذة، يسوون تخفيضات للقطط المنقذة، فبس حبيت أطمنكم عليها. طبعا عملية التعقيم هذه مباحة، وسويناها حتى الهاني، وهاني قطة كبيرة في السن ولعابة، فهذه العملية يعني صحية للبساس، ما تأثر عليهم، بالعكس تخلي أعمارهم تطول ويتجنبون الأمراض وهم يصيرون أنشط.